لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الإخوة الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 18 في كورس إنجليش جرامر. إن شاء الله النهاردة هناخد قاعدة جديدة، هنتكلم عن conditionals، الشرط، القاعدة الشرطية. أول حاجة هناخد بعض الأسئلة كده تمهيدية قبل ما نبدأ. هناخد قاعدة F. F اللي بتساوي في اللغة العربية إذا أو إن أو لو، الشرط إذا أو إن أو لو. أوكي، هو الصوت واضح على ما أعتقد، الصوت واضح عند الجميع. أستاذ أسامة، واضح إن في مشكلة عندك في الاتصال، في مشكلة عندك في الاتصال بالإنترنت، الاتصال ممكن يكون ضعيف. أوكي، اعمل ريفريش أو غير المتصفح، غير المتصفح لكروم او فايرفوكس. واحنا النهارده المحاضره 18 يا استاذ علي، احنا اخدنا 18 محاضره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فحضرتك ممكن تنزل المحاضرات دي من على اليوتيوب وتتابع معانا الكورس عادي. هناخد ان شاء الله النهارده حاله اف. فعندي F الرابط حضرتك. اوكي، في اخر المحاضرة ان ما دخلش الدعم الفني انا هبعت رابط لينا اللي هو اسم الجروب بتاعنا، هتلاقي عليه كل حاجة بس بعد المحاضرة ان شاء الله. اوكي، يا ريت بقى لو في اي اسئلة نخليها بعد المحاضرة. تمام، يبقى عندي حالة F النهاردة اللي هي بتعادل في اللغة العربية إذا أو لو أو إن. دي أداة شرط، بيبقى فيه إيه شرط. بما إن بقى F بقى أو حالة F شرط، يبقى لازم فيه يكون فعل شرط اللي بيجي بعد F مباشرة، اللي هي جملة F دي اسمها جملة فعل الشرط. تمام، وعندي جواب الشرط اللي هي الجملة التانية اللي بتيجي بعد ايه جملة F. اوكي يا جماعة، يبقى اعرف كده القاعدة العامة ل F. F بعد كده جملة فعل الشرط اللي هي بعد F، والجملة التانية اللي هي subordinate clause اللي هي الجملة الثانوية اللي هي جواب الشرط للجملة الأولانية. تمام، في برضو حاجات كده غريبة هناخدها في F. تمام، أول سؤال بيقول لي which F sentences، أي جمل F is not a conditional sense، ليست جملة شرطية. طب حضرتك ما في الصوت، ممكن تعملي ريفرش. which F sentence is not a conditional sentence، اي جمل شرطية اللي هي جمل F ليست جمل تعتبر شرطية، يعني جمل في F بس مش شرطية. اوكي، السؤال الثاني، when is a tense unreal، متى يكون الزمن غير حقيقي. احنا هندرس ازمنة غير حقيقية، حاجات أزمنة بس غير حقيقية، هنعرفها إن شاء الله في F.
How can we mix conditional sentences؟ ازاي نعمل مزج او خلط للجمل الشرطية؟ هنعمل مزج او خلط للجمل الشرطية. What models can be used in conditionals؟ ما هي الافعال الناقصة التي يمكن ان نستخدمها في الجمل الشرطية؟ ايه الافعال الناقصة اللي هنستخدمها؟ تمام؟ المضارع والماضي الغير حقيقي اللي هناخده ان شاء الله، هناخده في اف برضه. What is the similarity؟ ما هو التشابه بين between conditionals، بين الجمل and sentences، والجمل التي starting with تبدأ ب I wish و if only؟ ايه التشابه اللي بيبقى بين الجمل الشرطية والجمل اللي بتبدأ ب I wish و if only؟ ايه التشابه بينها وبين جمل ايه الشرط؟ هنعرف برضو I wish و if only، تمام، وعلاقتها بالجمل الشرطية. اوكي يا جماعة، دي بعض الأسئلة التمهيدية والحاجات اللي احنا هنتعرض ليها أثناء ايه المحاضرات. طيب السؤال الأخير، What happens to conditional sentence in direct and indirect speech؟ ماذا يحدث للجمل الشرطية في الكلام غير المباشر، في جمل كلام غير مباشر؟ تمام، هنعرف تأثير F أو الشرط عليه. أوكي، unreal tenses، الأزمنة الغير حقيقية. إيه بقى الأزمنة الغير حقيقية؟ عبارة عن حاجة أزمنة افتراضية، ماشي، the unreal or hypothetical tense، جمل أو أزمنة افتراضية أو غير حقيقية. have the form of the past simple، ليها شكل الماضي البسيط or the past perfect أو المضارع البسيط، but they refer to the present أو to present or past time. يعني الشكل ماضي بسيط، هي جمل ماضي بسيط لكن هي بتشير إلى المضارع أو حاجة حصلت في الماضي. تمام، لا الكلام الغير المباشر غير الانفيرجن خالص، ده موضوع تاني هنعرفه ان شاء الله لما نوصل له، غير الانفيرجن. تمام، يبقى هيبقى عندي شكل زمن كده في المضارع او الماضي وبيعبر عن حاجة تانية، يبقى مضارع بسيط وحاجة غير حقيقية، مش مضارع حقيقي. يعني هو الزمن الجملة مكتوبة بشكل المضارع، كلام مكتوب مضارع لكن لا يشير إلى إيه المضارع، ما بيتمش حاليا. تمام، يبقى عندي the unreal or hypothetical tenses، الأزمنة الافتراضية أو الغير حقيقية. have the form of، ليها نفس الشكل إيه the past simple، الماضي البسيط، or the past perfect أو الماضي التام. but ولكن they refer to، لكن بتشير إلى إيه present مضارع or past time، تمام، أو ممكن تشير للماضي respectively يعني على التوالي. okay they are used in subordinate clause، بستخدمهم فين بقى؟ في جملة ثانوية، which hypothesis an imaginary present، بتبقى عبارة عن ايه افتراض او مضارع غير حقيقي او خيالي، بتبقى حاجة خيالية. لما اقول لواحد لو تذاكر كويس او لو ذاكرت كويس هتنجح، لو ذاكر، هل المضارع ده حقيقي بيتم؟ لا، ده لو الحاجة دي حصلت يبقى حاجة ايه افتراضية او غير حقيقية. تمام، يبقى هنا العبارة ديت او العبارة الثانوية بتبقى عبارة عن ايه an imaginary present، تبقى مضارع غير حقيقي او خيالي، or an impossible past situation، او حدث مستحيل في الماضي، حدث مستحيل في الماضي لما بتبقى ماضي. اذا ذاكرت كويس كانت هتنجح، هي ما ذاكرتش خالص. اذا ذاكرت، هل هي ذاكرت؟ الزمن لم يتم،
كان فيه اشتراط، يعني الزمن لم يتم، ما ذاكرتش. اذا ذاكرت يبقى معنى ذلك ان هي ايه؟ لم تذاكر. هل الفعل كده حقيقي تم؟ لم يتم، يبقى حاجة ايه؟ مستحيلة او خيالية، موقف خيالي في الماضي لم يتم. تمام؟ زي ايه؟ I wish you were here، اتمنى لو كنت هنا. طب هو كان؟ اهو ماضي، اتمنى لو كنت هنا. اوكي، دي عبارة عن an imaginary present situation، موقف في المضارع خيالي، بقول انا اتمنى لو كان هنا. Because you are not here، لكن انا ايه؟ مش هنا. يبقى هنا ماضي او حاجة موقف في المضارع، بقول له اتمنى لو كنت هنا، حاجة بتكلم في المضارع، والزمن هنا غير حقيقي متمش، لان هو اصلا مش هنا. ادي معنى كلمة ايه؟ خيالي. تمام يا جماعة؟ دي يعني ايه unreal tense، بتكلم عن حاجة في زمن معين الحاجة ديت متمتش، اذا يبقى الزمن كده غير حقيقي، حاجة غير حقيقية ما تمتش. دي كنت اتمنى بقى، اتمنى ان انت لو كنت هنا، هو مش هنا اساسا، يبقى الحاجة دي افتراضية او خيالية. تمام يا جماعة كده الانريال تنس، الازمنة الافتراضية والغير حقيقية، يبقى هي بتعبر عن حاجات افتراضية او ازمنة لم تتم مرتبطة بشرط. لو ذاكرت هتنجح، هو لم يذاكر حاليا لسه، بقول له لو ذاكرت يبقى الفعل ايه؟ خيالي، ممكن ما يتمش او غير حقيقي، الزمن نفسه ايه؟ لم يحدث. اوكي، في اي اسئلة؟ تمام. هنا مثلا بقول ايه؟ If I had gone to bed earlier، لو كنت ذهبت الى الفراش مبكرا، I wouldn't have over I slept، ما كنتش صحيت متأخر أو اتأخرت فين في النوم. هو للأسف بقى بيقول لو كنت رحت، هو ماضي ولم يتم، بقول لو كنت رحت. إذا كنت ذهبت إلى الفراش مبكرا، هل الفعل تم؟ غير حقيقي، لم يتم. ماشي، I wouldn't have overslept، لكنت إيه؟ لم أتأخر فين في النوم، أو نمت نوما عميقا لدرجة إن أنا اتأخرت فين في الصحيان. يبقى هنا الفعل لم يتم، هو ماضي حاجة إيه؟ ماضي لكن لم يتم، حاجة غير حقيقية. عرفنا بقى الفرق بين الماضي الحقيقي والماضي الغير حقيقي. أوكي، الماضي الحقيقي إن فيه حاجة تمت وحاجة فعلا حصلت، لما أقول إيه؟ I had gone to bed early، أنا ذهبت إلى الفراش مبكرا، هنا حاجة تمت. لكن if I had gone to bed earlier، لو كنت ذهبت إلى الفراش مبكرا، ده هنا بقى لم يتم، لأن الحاجة إيه؟ بقول لو كنت، للأسف هو ما عملش الحاجة دي. an impossible past situation، هنا حدث أو موقف في الماضي ومستحيل كمان، impossible because I didn't go to bed earlier، لأن أنا ما رحتش السرير مبكرا أو ما ذهبتش إلى الفراش مبكرا. الحدث هنا an impossible past situation، ماشي، موقف في الماضي مستحيل لأنه لم يتم. أوكي، شوف بقى this applies to the subordinate clause، الكلام ده برضه بينطبق على applies to، ينطبق على the subordinate clause، الجمل الثانوية in the second and third conditionals. الكلام ده بينطبق على الحاجات، الجمل الشرطية التانية والتالتة، وفي حاجات تانية زي wish و if اللي هي التمني، أتمنى لو كنت هنا، هو مش هنا، يبقى الحاجة ايه؟ افتراضية، بكون عبارة عن أمنية، بقول يا ريته كان هنا. only if only دي بقى بتعبر عن الندم، only لو بس بقى، زي ما بقول لو بس كان جه، as if و as though
as if و as though، دي معناها كما لو أن. it's high time or it's time، في الوقت أو في هذا الوقت. would rather، would sooner، would rather، تمام. would rather معناها أفضل أو أتمنى، وأتمنى. وفي جمل تانية كتير هناخدها بتعبر أو بتساوي إف في المحاضرات اللي جاية ناخد. تمام يا جماعة؟ أوكي ماشي. هنا اللي بيجي بعد إف، الزمن اللي بيجي بعد إف بيكون غير حقيقي، ما تمش، هو ماضي. المفروض إن الماضي حاجة تمت، تمام. لما أقول مثلا لعبت كرة أمس، الحدث تم، أنا لعبت. لكن أقول إيه؟ لو كنت لعبت كورة إمبارح، هو أنا لعبت كده؟ بقول لو كنت لعبت كورة، هو ماضي بس ما تمش، يبقى حاجة إيه؟ زمن ماضي مستحيل أو حاجة ما تمتش. أهو زي الجملة دي، if I had gone to bed، if I had gone to bed earlier، لو كنت ذهبت إلى الفراش مبكرا، I wouldn't have overslept. شيء ما كنتش نمت لغاية وقت إيه؟ متأخر. هنا الحاجة ما تمتش، لأن an impossible past situation، حدث مستحيل في الماضي، because I didn't go to bed earlier، لأن أنا ما عملتش الفعل ده، لم أذهب إلى إيه؟ الفراش مبكرا. بقول لو كنت رحت. تمام يا جماعة؟ الحالات دي بتنطبق على الحالة التانية والتالتة. اوكي في اي اسئلة؟ نشوف بقى الاف sentences and conditionals. تمام. اف بتعني التمني او الندم، ممكن تعبر عن الندم. أو لو كنت نمت بدري كنت صحيت، ده هو ما نامش لا بدري ولا صحي بدري، فالحدث لم يتم في الماضي، حدث افتراضي. if sentences and conditionals، جمل if والشرط. ربنا يبارك فيكم. besides the three basic types of conditionals، بجانب الثلاث حالات أو الثلاث أنواع الأساسية من الشرط، احنا طبعا بنعرف ثلاث حالات احنا المعروفين. هناخد بقى حالات جديدة تانية، تمام، هتبقى غريبة علينا شوية بس هنعرفها برضو. هي قليلة في الاستعمال بس ممكن تقابلنا. بجانب الثلاث حالات دول اللي هندرسهم ان شاء الله وهندرس معاهم حاجات تانية، there are other sentences، في جمل تانية with if، مع if، which are not conditionals، وليست شرط، تمام، because they don't express a condition، لأنها لا تعبر عن إيه؟ اشتراط. هنعرفها برضو. ساندوكس، في بعض الكتب بقى اللي هتقروها إن شاء الله لو في حد مهتم بقراءة الكتب، بنسميها بقى إيه؟ however called this sentence the zero conditional، بنسميها الحالة الصفرية، دي حاجة منهم. بنسميها الحالة الصفرية. and for the sake of convenience، من أجل التوافق بقى أو كنوع من التوافق، we will use this term، هنستخدم إيه؟ zero conditional ده كترم ليها، مصطلح ليها أو كلمة ليها. in addition to، بالإضافة، and this there are is also what we call the mixed conditionals، في حالات تانية اللي هي الحالات المختلطة أو الشرطية المختلطة. احنا بادئين من حوالي تلت ساعة استاذة سارة. هنعرفها دلوقتي، هتعبر عن حاجات حقيقية علميا يعني. يبقى بالاضافة للحالة الصفرية زيرو conditionals، هنعرف حالات تانية الميكسد conditional، حالات مختلطة. في ملحوظة بقى، ملحوظة بقى في الشكل الكتابي، the punctuation rule، the punctuation rule اللي هي ايه؟ علامات الترقيم اللي هي الكاما. for all kinds of if sentences there is a comma between the two clause، تمام؟
يبقى لما يبقى في جملة اف بتيجي في بداية الجملة، لما بتبقى اف في بداية الجملة بحط فاصلة او الكاما ديت بين الجملتين، جملة اف والجملة التانية، بين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. if you study hard اعمل كوما، you will pass the test، ستنجح في الامتحان. لو بقى جت في النص بشيل الكوما، بحط اف مكان ايه الكوما دي لو جت في النص. تمام تمام يا جماعة، يا ريت. طيب معلش خلي أسئلة أستاذ ميدو في آخر المحاضرة بعد إذن حضرتك. أوكي أوكي بالنسبة للترقيم، لو بديت بجملة F، لو بديت بجملة F اللي هي لو أو إذا، بعمل فاصلة بين الجملتين، بعمل فاصلة بين الجملتين زي if you study hard، ادي جملة if، بعد كده اروح عامل فاصلة you will pass the test الجملة التانية. لو جت if في البداية بحط فاصلة بين الجملتين، اما بقى لو جت if في النص مش هستخدم فاصلة، هقول ايه you will pass the test، ستنجح في الامتحان if you study hard، اذا ذكرت بجد. اوكي يا جماعة اوكي. zero conditionals الحالة الصفرية، الحالة الصفرية ما بعتبرهاش اشتراط حقيقي، تمام؟ لا، اعتبر الحالة الصفرية اشتراط حقيقي. ليه بقى؟ لأنها بتعبر عن حاجة دايما حقيقية. أنا عند الاشتراط بيعبر عن شيء خيالي، تمام؟ لو كنت صحيت بدري هو ما صحيش بدري. لكن الحالة الصفرية بقى the zero conditional، الحالة الصفرية بقى doesn't imply a real condition، لا تعني ايه شرط حقيقي. اوكي but rather، ولكن فضلا عن ذلك it expresses that something، بتعبر عن ان الشيء ده is or was always true، ان الحاجة دي دايما حقيقية، حاجة دايما ايه حقيقية، بتعبر عن حقيقة، بتكون حقيقة علمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعبر عن حاجة ايه علمية لازم تتم او حقيقية. اوكي here the linking word if means when، وبتعادل بقى when عندما، ممكن اشيل اف مكانها واحط مكانها ايه when عندما. اوكي note that in the other conditional sentences، في الجمل الشرطية التانية بقى اللي هي الأولى والتانية والتالتة، we cannot replace it with when، مينفعش أبدل اف ب when، تمام؟ يبقى وين بستخدمها في الحالة الصفرية بس، في الحالة الصفرية بس، تمام؟ مينفعش استبدلها. يبقى الحالة الصفرية بتعبر عن حاجة علميا حقيقية، زي مثلا ايه if you boil water، اذا غليت المية it will evaporate، it evaporates، سوري تتبخر على طول. if you boil water it evaporate، تتبخر، دي لازم علميا تتم، تمام؟ يبقى حاجة حقيقية تعبر عن شيء حقيقي. طيب نشوف كده zero conditional، الحاجة الحالة الصفرية with past reference، with past reference ماشي، بتعبرنا عن الماضي. اوكي okay. if clues with past symbol، لو كانت العبارة بقى عبارة if بتبقى ماضي بسيط او ماضي مستمر،
المين كلوز بقى with past simple or continuous بتبقى ماضي مستمر أو ماضي بسيط، زي مثلا إيه if we weren't in the mood، إن لم نكن في حالة جيدة، we didn't talk to each other for hours، لن نتحدث إلى بعضنا البعض لمدة ساعات. دي حاجة حقيقية في الماضي، حاجة إيه حقيقية. لو لم نكن في حالة مزاجية كويسة يعني، we didn't talk to each other for hours، لم نتحدث إلى بعضنا البعض لساعات. الجملة الثانية، she walked the streets without an umbrella، مشت في الشوارع بدون شمسية، if it was raining، لو كانت بتمطر. هنا بقى ايه، لو كانت بتمطر. الجملة اللي بعدها، if she was sad، لو كانت حزينة، she just started in the distance without saying a word، كانت مشيت في مسافة أو بعدت. she stared into distance، كانت نظرت إلى مسافة بعيدة دون أن تقول أي كلمة. حاجة حقيقية برضه بس في الماضي، يبقى الحالة صفرية بتعبر عن حاجات حقيقية بتتم يا إما في المضارع يا إما في الماضي، لازم تتم. تمام يا جماعة؟ اوكي كده. في اي مشكلة في السلايدز؟ اللي ظهر زيرو كونديشنال ولا ايه؟ زيرو كونديشنال، ما هو ده اللي انا بشرح فيه. الزيرو كونديشنال انا اللي بشرح فيه، انا ما نقلتش على سلايد تاني. اوكي انا كده هنقل، اتغير السلايد. تمام، اتغير كده، جاب زيرو كونديشنال with present reference. تمام، زيرو كونديشنال with present reference الحالة الصفرية اللي بتشير إلى مضارع. ماشي، بتشير إلى إيه؟ مضارع. if close with present simple or continuous، ماشي، لو كانت بقى العبارة اللي بعد if على طول مضارع بسيط أو مضارع مستمر، mean close with the present simple or continuous، هتبقى برضه الجملة التانية إيه؟ مضارع بسيط أو مستمر. تمام، بتعبر عن حاجة حقيقية بتتم، زي ايه؟ if I stay up until 3 in the morning، اذا ظللت مستيقظا حتى الساعة الثالثة صباحا، لو قعدت سهران للساعة 3 بالليل او 3 الصبح، I am totally exhausted، ساكون ايه، او طبيعي ان انا اكون منهك the next day. حاجة معروفة، if I stay up until 3 in the morning، إذا إيه ظللت أو سهرت حتى الساعة الثالثة in the morning في الصباح، I'm totally exhausted the next day، I'm totally exhausted، أكون منهكا اليوم التالي. أوكي، if he is cursing، إذا كان cursing، cursing يعني يسب أو يشتم، إذا كان بيسب أو يشتم دي معروفة، it means that he is very angry، إن هو غضبان جدا. تمام، if he is cursing، إذا كان يسب أو يشتم، it means
that he is very angry دي معناها ان هو غضبان جدا، حاجة معروفة ايه علميا. اوكي يا جماعة، في اي اسئلة؟ تمام يا جماعة. يبقى لما يبقى مضارع، مضارع بتعبر عن حاجة لازم ايه تتم علميا كده. طبيعي لو قعدت بقى سهلت للساعة 3 الصبح، تاني يوم لازم اكون تعبان، تاني يوم لازم اكون ايه تعبان. يبقى هنا اشتراط مضارع. اوكي، first conditional، first conditional الحالة الأولى، الحالة الأولى من F. تمام، دي بتوصف بقى موقف حقيقي ماشي، بس بيشترط بيكون حاجة هتتم في الماضي. تمام، حاجة قصدي هتتم في المستقبل لو الشيء ده تم، يعني بتعبر عن حاجة ايه محتمل ان هي تتم، مش شرط، محتمل ان هي تتم بايه مش شرط. اذا الشرط ده اكتمل الحاجة دي ممكن تتم، زي مثلا ايه، اذا صحيت بدري هتلحق الاوتوبيس. اذا بقى في اشتراط هنا، the first conditional describes، الحالة الاولى بقى بتوصف ايه، a real situation، موقف حقيقي، with reference to the future، مرجعيته بقى في المستقبل هيتم فين، في المستقبل. If the condition is fulfilled، إذا بقى الشرط تم أو الشرط ده اكتمل، the action، الحدث in the main clause، في العبارة الرئيسية في الجملة الرئيسية، is likely to happen، محتمل إنه يتم أو على وشك إنه إيه يتم، ده في حالة بقى إذا في اشتراط. إذا الحاجة دي تمت، في حاجة هتتم تاني فين؟ في المستقبل. يبقى حاجة هتتم في المستقبل بشرط، يبقى هنا فيه احتمال، بتعبر عن الاحتمالية. بتبقى ازاي بقى؟ اف تبقى اف وبعديها with present tense مضارع ماشي. الجملة التانية بقى المين كلوز تبقى with future simple، مستقبل بسيط، or future continuous، او مستقبل مستمر، بتكون صيغة مستقبل. اوكي يا جماعة، تبقى اف الحالة الأولى بتتكون من اف، جملة اف دي بتبقى العبارة عن ايه؟ present tense، أي زمن بقى، مضارع، مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، أي مضارع. اوكي، والجملة التانية بقى الجملة التانية بتبقى متكونة من future simple مضارع مستقبل بسيط، or future continuous. اوكي، تبقى مضارع مستقبل. زي ايه مثلا؟ she won't be happy، لن تكون سعيدة، مش هتبقى سعيدة، if you tell her the news، إذا أخبرتها أو قلت لها الأخبار. لو قلت لها، لو قلت لها الأخبار مش هتبقى سعيدة. تمام، يبقى الحدث ده لو تم، تمام، لو الشرط ده تم، الحدث ده إيه هيتم. إذا قلت الأخبار هتكون إيه، غير سعيد. تمام، نشوف بقى هنا
اف لما جت في النص مفيش فاصل بين الجملتين، الفاصل بين الجملتين اف. تمام استاذه امنه. اما بقى نشوف الجمله التانية، لو اف جت في البدايه هنلاقي فيه ايه؟ فاصل في النص. كمان شوف الجمله التانية بقى، if I break my leg on the sky run، اذا انكسرت او كسرت رجلي في الجري بحذاء التزلج اللي هو بنقول عليه الباتيناج، اللي هو بنجري بايه بحذاء تزلج، اذا رجلي اتكسرت اثناء التزلج I won't be giving a party tonight، مش هعمل الحفلة. يبقى الحدث ده لو تم، الحدث ده ايه برضه ايه هيتم، اذا اتكسرت رجلي وانا بتزحلق مش هعمل ايه الحفلة. يبقى هنا مضارع اهو، التاني بقى مستقبل. The use of present tense، استخدام بقى الزمن المضارع in the if clause، في عبارة if of the first conditional في الحالة الشرطية الأولى is similar to that in the future time clause، بتبقى زي ايه كأنها مضارع. اوكي يبقى لو استخدمت هنا مضارع بستخدم مستقبل. نشوف بقى ال first conditional and going to، first conditional and going to، going to مستخدمة في جملة جواب الشرط. تمام، وفي الحالة ديت الشرط بيعبر عن prediction تنبؤ أو intention نية. تمام، نشوف أول جملة أو going to can be used in either clause of the first conditional and can express prediction or intention. بستخدمها بقى في ال first conditional وفي الحالة دي بتعبر عن prediction تنبؤ or intention أو نية أو حاجة ناوي إيه أعملها. زي إيه مثلا؟ if you keep acting in such a selfish way، هو بيكلمه حاليا في المضارع أهو، إذا استمريت في التصرف بطريقة أنانية أو تصرفاتك لو استمرت بشكل أناني you are going to lose all your friends، هتخسر أو ستخسر كل إيه أصدقائك. هنا prediction تنبؤ، بقول لو استمريت في إنك تتعامل بشكل أناني you are going to lose all your friends، يبقى أنت ناوي تخسر كل أصدقائك. هنا prediction تنبؤ، هنا تنبؤ بقى تعبر عن إيه؟ تنبؤ. الجملة التانية if you are going to hurt me، لو أنت ناوي تؤذيني أو تجرحني I will leave، سأغادر. ده هنا إيه؟ intention نية، همشي. يبقى هنا في نية. اوكي يبقى لما بتبقى going to في F بتعبر بقى يا اما عن prediction يا اما عن intention، حاجة ناوي اعملها. first conditional and imperatives، الجمل الشرطية والأمر، جمل شرطية وأمر. هل ممكن استخدم الجمل الشرطية في جواب الشرط؟ استخدم ايه؟ أمر، استخدم فعل أمر. We can use imperative in either clause of the first conditional، ممكن استخدم ايه الأمر في الحالة الشرطية الأولى first conditional. زي ايه؟ If you have finished go home، إذا كنت قد انتهيت، لو كنت خلصت go home، اذهب إلى المنزل. أنا استخدمت الأمر هنا if you have finished، لو كنت قد انتهيت من عملك أو خلصت شغلك go home، اذهب إلى إيه؟ المنزل.
دي معناها ايه بقى؟ finish quickly، انتهي بسرعة. and I will let you go home، سأسمح لك ايه بالذهاب الى المنزل. لو خلصت هتروح، لو خلصت روح. اوكي يا جماعة، هنا امر. Usually it is the main clause of first conditional sentence in which we can use imperatives. الجملة الرئيسية في الحالة الشرطية الأولى اللي بنقدر نستخدم فيها الأمر، نستخدمها في الجملة الرئيسية اللي هي جملة جواب الشرط، نستخدم إيه؟ أمر. Sometimes أحيانا بقى نشوف في الجملة التانية بقى the second أو the if clause can be replaced with an imperative. تمام، زي مثلا ايه، هقول هنا finish quickly go home، خلص بسرعة امشي روح، خليها أمر برضه. تمام، finish quickly and I will let you go home، خلص بسرعة أنا هخليك إيه تروح، هنا أمر بس ما بستخدمش إف. أوكي، ال first conditional and the present continuous، الحالة الأولى والمضارع المستمر present continuous. تمام، as the present continuous for future express، بما ان بقى المضارع المستمر بيعبر عن مستقبل، وبيعبر عن ايه بقى مستقبل ايه؟ fixed arrangements، ترتيبات محددة. انا بستخدم المضارع البسيط المضارع المستمر علشان اتكلم عن ايه؟ ترتيبات معدة او محددة. it would be strange to add conditions to such events، من الغريب بقى ان احنا نحط ايه شرط في الحالات ديت. as the condition itself however we can use it without a problem، بما ممكن نستخدمها برضو ايه من غير اي مشاكل، بس هيبقى شكلها غريب، هيبقى شكلها ايه غريب. طيب نشوف الجملة كده الاولى، if you are looking for Lucy، لو كنت دلوقتي انت بتدور على لوسي في الوقت ده حاليا، انا بقول له لو كنت بتدور عليها you will find her in the bathroom، هتلاقيها في الحمام. يبقى انا بكلمه عن حاجه بتتم دلوقتي. تمام، لما اقول لواحد ايه if you are looking for your book، اذا كنت بتدور على كتابك you will find it on the table، هتلاقيه على الترابيزه. يبقى بقول له لو كنت بتعمل حاجة دلوقتي أو كنت بتعمل شيء دلوقتي هتلاقيه في المكان الفلاني. هنا بقى إيه؟ referring to the present action أو referring to present action، حاجة بتتم دلوقتي. أنت لو عايز الحاجة دي دلوقتي أنا بقول له أهو، لو بتعمل حاجة دي هيكون في حاجة تانية بتتم. الجملة التانية، if you are staying for the weekend، لو أنت قاعد حتى نهاية الأسبوع، لو استمريت أو لو أنت قاعد حاليا أو قعدت لحد نهاية الأسبوع we will go، سنذهب and see the new James. تمام، هنشوف بقى إيه new James، مكان اسمه إيه new James أو سو new James Bond film again sorry، ده هنا اسم فيلم. we will go and see The new James Bond film again، هنروح نشوف فيلم ايه James Bond. تمام، هنا referring to future arrangements، إذا قعدت لنهاية الأسبوع سنشاهد أو سنذهب لنرى فيلم James Bond الجديد مرة أخرى. تمام يا جماعة، يبقى المضارع واضح النهاردة إن في مشاكل يا جماعة. طب أنا مش هكتر عشان بس إيه المشاكل،
ممكن اخليها ساعة بس، انهي بعد اخلص الحالة الاولى بس. تمام. انا كنت بشرح هنا، فلو كانت مضارع مستمر بقى كده بتعبر عن يا اما حاجة بتتم دلوقتي، فبقول لشخص if you are looking for Lucy، لو بتدور على الشخص الفلاني ده دلوقتي تمام، you will find her، ستجدها in the bathroom، في الحمام. هنا بتشير لحاجة بتتم دلوقتي. If you are looking for your book، لو بتدور على كتابك، you will find it on the table، ستجده على المنظرة أو الترابيزة، حاجة دلوقتي أهو. طيب لو كانت بالشكل التاني ده، if you are staying for the weekend، لو جلست أو بقيت حتى نهاية الأسبوع، we will go and see the new James Bond film again، سنرى ايه فيلم جيمس بوند مرة أخرى. هنا بتعبر عن ترتيبات في المستقبل، لو قعدت هنتفرج على الشيء ده، ترتيب. اوكي يا جماعة، first conditional and present perfect. الحالة الأولى ومعاها ال present perfect، المضارع الثاني. If one event depend on the completion of another، لو في حدث بقى، حدث ما بيعتمد على إتمام حدث آخر، يبقى في حدث بيعتمد على حدث. We can use the present perfect tense in the if clause، ممكن نستخدم بقى إيه حالة if مضارع تام. زي إيه؟ If you have finished، إذا كنت قد انتهيت، في حالة لو انتهيت. في مشاكل عندي يا جماعة، السلايد كان ظاهر مش عارف ايه اللي حصل. كده تمام، كده ظهر تمام. هنا في حدث بيعتمد على حدث اخر، لو الحدث تم الحدث التاني ايه هيتم. If you have finished، إذا كنت قد انتهيت، لو كنت خلصت، يعني لو الحدث ده انتهى، then we will go، سنذهب. يبقى الحدث التاني ده بيعتمد على الحدث الأولاني، لو خلصت سنذهب. If you have finished، لو كنت قد انتهيت، then we will go، إذا فسنذهب. في حالة بقى لو خلصت. تمام يا جماعة. خدناه في الأمر بالظبط، الشرط زي جملة الأمر مقترب منه، إذا خلصت اذهب أو إذا خلصت سنذهب، هي نفس المعنى. تمام يا جماعة. The difference between the zero and the first conditional، الاختلاف بين الحالة الصفرية والحالة الأولى. The difference between the first conditional and zero conditional، الحالة الصفرية والحالة الأولى، إيه الفرق بين الاتنين؟ تمام؟ يبقى الحدث ده لو تم، تمام؟ لو الشرط ده تم، الحدث ده إيه؟ هيتم. إذا قلت الأخبار هتكون إيه؟ غير سعيد. تمام. نشوف بقى هنا ال اف لما جت في النص، مفيش فاصل بين الجملتين، الفاصل بين الجملتين اف. تمام استاذه امنه. اما بقى نشوف الجمله التانيه، لو اف جت في البدايه هنلاقي فيه ايه؟ فاصل في النص. كمان شوف الجمله التانيه بقى، If I break my leg on the sky run، إذا انكسرت أو كسرت رجلي في الجري بحذاء التزلج، اللي هو بنقول عليه الباتيناج، اللي هو بنجري بإيه؟
بحذاء تزلج إذا رجلي اتكسرت أثناء التزلج. I won't be giving a party tonight. مش هعمل الحفلة. يبقى الحدث ده لو تم، الحدث ده ايه برضو ايه هيتم. اذا اتكسرت رجلي وانا بتزحلق مش هعمل ايه الحفلة. يبقى هنا مضارع اهو، التاني بقى مستقبل. The use of present tense، استخدام بقى الزمن المضارع. In the if clause، في عبارة if of the first conditional، في الحالة الشرطية الأولى. is similar to that in the future time clause، بتبقى زي ايه كأنها مضارع. اوكي، يبقى لو استخدمت هنا مضارع بستخدم مستقبل. نشوف بقى ال first conditional and going to. First conditional and going to. going to مستخدمة في جملة جواب الشرط، تمام؟ وفي الحالة ديت الشرط بيعبر عن prediction تنبؤ أو intention نية، تمام؟ نشوف أول جملة أو going to can be used in either clause of the first conditional and can express prediction or intention. بستخدمها بقى في ال first conditional وفي الحالة دي بتعبر عن prediction تنبؤ or intention أو نية أو حاجة ناوي إيه أعملها. زي إيه مثلا؟ if you keep acting in such a selfish way، هو بيكلمه حاليا في المضارع أهو. إذا استمريت في التصرف بطريقة أنانية أو تصرفاتك لو استمرت بشكل أناني، you are going to lose all your friends، هتخسر أو ستخسر كل إيه أصدقائك. هنا prediction تنبؤ، بقول لو استمريت في إنك تتعامل بشكل أناني you are going to lose all your friends، يبقى أنت ناوي تخسر كل أصدقائك. هنا prediction تنبؤ، هنا تنبؤ بقى تعبر عن ايه تنبؤ. الجملة التانية if you are going to hurt me، لو انت ناوي تؤذيني او تجرحني I will leave، سأغادر. لهنا ايه intention نية، همشي. يبقى هنا في نية. اوكي، يبقى لما بتبقى going to في F بتعبر بقى يا اما عن prediction يا اما عن intention، حاجة ناوي اعملها. first conditional and imperatives، الجمل الشرطية والامر. جمل شرطية وامر، هل ممكن استخدم الجمل الشرطية في جواب الشرط؟ استخدم ايه امر، استخدم فعل امر. we can use imperative in either clause of the first conditional، ممكن استخدم ايه الامر في الحالة الشرطية الاولى first conditional. زي ايه؟ if you have finished go home، اذا كنت قد انتهيت، لو كنت خلصت go home، اذهب الى المنزل. انا استخدمت الامر هنا if you have finished، لو كنت قد انتهيت من عملك او خلصت شغلك go home، اذهب الى ايه المنزل. دي معناها ايه بقى؟ finish quickly، انتهي بسرعة. and I will let you go home، سأسمح لك ايه بالذهاب الى المنزل. لو خلصت هتروح، لو خلصت روح. اوكي يا جماعة، هنا امر. usually it is the main clause of first conditional sentence in which we can use imperatives. الجملة
الرئيسية في الحالة الشرطية الأولى اللي بنقدر نستخدم فيها الأمر، نستخدمها في الجملة الرئيسية اللي هي جملة جواب الشرط، نستخدم إيه؟ أمر. Sometimes أحيانا بقى نشوف في الجملة التانية بقى the second أو the if clause can be replaced with an imperative. تمام، زي مثلا ايه، هقول هنا finish quickly go home، خلص بسرعة امشي روح، خليها امر برضو. تمام، finish quickly and I will let you go home، خلص بسرعة انا هخليك ايه تروح، هنا امر بس ما بستخدمش اف. اوكي، ال first conditional and the present continuous، الحالة الأولى والمضارع المستمر present continuous. تمام، as the present continuous for future express، بما إن بقى المضارع المستمر بيعبر عن مستقبل، وبيعبر عن ايه بقى مستقبل ايه؟ fixed arrangements، ترتيبات محددة. انا بستخدم المضارع البسيط المضارع المستمر علشان اتكلم عن ايه؟ ترتيبات معدة او محددة. it would be strange to add conditions to such events، من الغريب بقى ان احنا نحط ايه؟ شرط في الحالات ديت. as the condition itself however we can use it without a problem، بما ممكن نستخدمها برضو ايه من غير اي مشاكل، بس هيبقى شكلها غريب، هيبقى شكلها ايه غريب. طيب نشوف الجملة كده الاولى، if you are looking for Lucy، لو كنت دلوقتي انت بتدور على لوسي في الوقت ده حاليا، انا بقول له لو كنت بتدور عليها you will find her in the bathroom، هتلاقيها في الحمام. لما انا بكلمه عن حاجه بتتم دلوقتي، تمام، لما اقول لواحد ايه if you are looking for your book، اذا كنت بتدور على كتابك you will find it on the table، هتلاقيه على الترابيزه. يبقى بقول له لو كنت بتعمل حاجه دلوقتي او كنت بتعمل شيء دلوقتي هتلاقيه في المكان الفلاني. هنا بقى ايه referring to the present action او referring to present action، حاجه بتتم دلوقتي، انت لو عايز الحاجة دي دلوقتي انا بقول له اهو، لو بتعمل حاجة دي هيكون في حاجة تانية بتتم. الجملة التانية if you are staying for the weekend، لو انت قاعد حتى نهاية الاسبوع، لو استمريت او لو انت قاعد حاليا او قعدت لحد نهاية الاسبوع we will go، سنذهب and see the new James. تمام، هنشوف بقى ايه نيو جيمس، مكان اسمه ايه نيو جيمس او سو نيو جيمس بوند فيلم اجين، سوري ده هنا اسم فيلم. we will go and see the new James Bond film again، هنروح نشوف فيلم ايه جيمس بوند. تمام، هنا referring to future arrangements، إذا قعدت لنهاية الأسبوع سنشاهد أو سنذهب لنرى فيلم جيمس بوند الجديد مرة أخرى. تمام يا جماعة، يبقى لو مضارع واضح النهاردة إن في مشاكل يا جماعة، طب أنا مش هكتر عشان بس إيه المشاكل، فممكن أخليها ساعة بس أنهي بعد أخلص الحالة الأولى بس. تمام تمام انا كنت بشرح هنا. فلو كانت مضارع مستمر بقى كده بتعبر عن يا اما حاجه بتتم دلوقتي، فبقول لشخص if you are looking for Lucy، لو بتدور على الشخص الفلاني ده دلوقتي، تمام،
You will find her. ستجدها in the bathroom. في الحمام. هنا بتشيل الحاجة بتتم دلوقتي. If you are looking for your book, لو بتدور على كتابك, you will find it on the table. ستجده على المنظرة أو الترابيزة. حاجة دلوقتي أهو. طيب لو كانت بالشكل التاني ده. If you are staying for the weekend, لو جلست أو بقيت حتى نهاية الأسبوع, we will go and see the new James Bond film again. سنرى ايه فيلم جيمس بوند مرة أخرى. هنا بتعبر عن ترتيبات في المستقبل. لو قعدت هنتفرج على الشيء ده. ترتيب. اوكي يا جماعة. First conditional and present perfect. الحالة الأولى ومعاها ال present perfect. المضارع الثاني. If one event depend on the completion of another. لو في حدث بقى. حدث ما بيعتمد على اتمام حدث اخر. يبقى في حدث بيعتمد على حدث. We can use the present perfect tense in the if clause. ممكن نستخدم بقى ايه حالة if مضارع تاني. زي ايه. If you have finished. إذا كنت قد انتهيت. في حالة لو انتهيت. في مشاكل عندي يا جماعة. السلايد كان ظاهر مش عارف ايه اللي حصل. كده تمام. كده ظهر. تمام. هنا في حدث بيعتمد على حدث اخر. لو الحدث تم الحدث التاني ايه هيتم. If you have finished. إذا كنت قد انتهيت. لو كنت خلصت. يعني لو الحدث ده انتهى. Then we will go. سنذهب. يبقى الحدث التاني ده بيعتمد على الحدث الأولاني. لو خلصت سنذهب. If you have finished. لو كنت قد انتهيت. Then we will go. إذن فسنذهب. في حالة بقى لو خلصت. تمام يا جماعة. خدناه في الأمر بالظبط. الشرط زي جملة الأمر مقترب منه. إذا خلصت اذهب أو إذا خلصت سنذهب. هي نفس المعنى. تمام يا جماعة. The difference between the zero and the first conditional. الاختلاف بين الحالة الصفرية والحالة الأولى. The difference between the first conditional and zero conditional. الحالة الصفرية والحالة الأولى. إيه الفرق بين الاتنين؟ The difference between the zero conditional أو zero and the first conditional is what is that while zero conditional express a general present. إن الحالة الصفرية بتعبر عن مضارع او ماضي موقف مضارع او موقف في الماضي عامة او حاجة عامة بتتم. تمام. حاجة عامة. If you boil water اذا غليت المية it evaporates تتبخر. مضارع عامة او ماضي لو كانت بتعبر عن ماضي. ولكن بقى the first conditional الحالة الأولى refers to بتشير إلى specific future event بتعبر عن المستقبل حاجة تتم في المستقبل إذا الشرط اتحقق. تمام. If you get up early إذا استيقظت مبكرا you will catch the bus ستلحق بالأتوبيس. تمام. يبقى الصفرية الحالة بتاعتها مضارع حاجة بتتم في المضارع عامة. أما بقى الحالة الأولى الشرط بتاعها بيحصل في المستقبل. الشرط بيتم فين؟ في المستقبل. أوكي؟ في حالة لو توفر الشرط ده في حاجة هتحصل فين؟ في المستقبل. ده الفرق بينهم. طيب if you drink too much إذا شربته الكثير
you have a hangover the next day، حاجة طبيعية هتحصل لك ايه؟ دوار، ستصاب بدوار اليوم التالي او تصاب بدوار اليوم التالي علميا كده، لو شرب كتير يصاب بدوار. Here use a general subject expressing one, anybody or people and the sentence express a general thought، حاجة طبيعية لو الشخص يشرب كتير او يتناول كثير من المشروبات الكحولية يصاب بدوار، معروف علميا، حقيقة ايه؟ عامة، مش لسه تحصل في المستقبل، دي بتحصل على طول، بتحصل ايه؟ دايما. طيب ديت بالنسبة لحاجة عامة، لو مضارع، مضارع بتعبر عن حاجة عامة، دي الصفرية، حاجة معروفة بالنسبة لأي شخص أو أي واحد، ماشي، ودي general truth، حقيقة عامة، general truth. طب لو كانت بالشكل ده، if you drink too much، إذا شربت الكثير، you will have a hangover tomorrow، تمام؟ تصاب، ستصاب بدوار بقى. In this second sentence is you is a second person singular pronoun and the sentence express a warning، بتعبر عن ايه؟ تحذير، تحذير، محذره. If you drink too much، لو شربت الكثير، you will have a hangover، خلي بالك هيحصل لك ايه؟ دوار غدا. حاجة فين؟ في المستقبل، تحذير فين؟ في المستقبل، تمام يا جماعة؟ يبقى لو كانت مضارع، مضارع كده بتعبر عن حاجة عامة بتتم لأي شخص، اوكي؟ أما لو كانت مضارع مستقبل اللي هي الحالة الأولى كده بتعبر عن تحذير أو بحذر شخص معين أو بشتغلت على شخص واحد بس معين، تمام؟ حاجة معينة، هنا تحذير، اوكي؟ الـ second conditional هناخدها ان شاء الله المحاضرة الجاية، اوكي يا جماعة استأذنكم انا كده، معلش يعني، تمام يا جماعة، هي ساعة كده كفاية، اوكي، ربنا يبارك فيك يا رب. في اي اسئلة؟ طيب الحالة الصفرية في الماضي، اوكي ماشي، هو تقريبا في مشاكل في السلايد. بالنسبة للحالة الصفرية في الماضي، بتكون ماضي وماضي، تمام؟ لما أقول مثلا إيه؟ if we weren't in the mood، إن لم نكن، يعني ما كناش فين؟ في حالة جيدة أو في مزاج جيد. We didn't talk to each other، لم نكن نتحدث إلى بعضنا البعض، ما كناش نكلم بعضينا، كناش نكلم إيه؟ بعضينا. حاجة في الماضي هنا بتعبر عن الحقيقة، تمام؟ زي مثلا لما أقول إيه؟ If we bought a new computer، إذا اشترينا كمبيوتر جديد، أو لو كنا اشترينا كمبيوتر جديد، we would we would logged into the internet، كنا دخلنا الانترنت، حاجة في الماضي. if we weren't in the mood، لو لم نكن في حالة جيدة، we didn't talk to each other for hours، لم نكن نتحدث إلى بعضنا إلى أي ساعات، تمام؟ هنا بقى حقيقة في الماضي، هي فين؟ في الماضي. لو مثلا الجملة التانية if she was sad، لو كانت حزينة، she just stared into the distance، نظرت، نظرت إلى مسافة بعيدة، without saying any word، حاجة كانت في الماضي حقيقية، كانت حزينة فنظرت إلى إيه؟ بعيد ومشت. اوكي يا جماعة، ده بالنسبة لي اف الماضي. هستأذنكم.
بعد إذنكم تصبحوا على ألف خير، نتقابل بكرة إن شاء الله في محاضرة الترجمة. أوكي، إن شاء الله هنكون في استمرار دايما معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.